النهارده نقدم باقه ورد من البرنامج لكل هؤلاء المعلمين، ونقدم هذه التحيه وقصه لواحد من هؤلاء المعلمين الاستاذ محمد. نشاهد قصته. التعليم والتدريس والطلاب والمدرسة هي كل حياة الأستاذ صبح الشبراوي الذي يعمل بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية، والذي حصل أيضا على جائزة المعلم المثالي لمدة 7 سنوات على التوالي على مستوى شرق القاهرة. أحب التدريس وأحب التعليم، ما غبتش، ما خدتش إجازة يوم واحد. بالنسبة للمدرسة الطلبة كانوا بيحبوني جدا جدا، كنت بصاحبهم وبصدقهم، وكنت معروف على مستوى الإدارة الحمد لله، يعني إن أنا صديق لهم مش مدرس يعني كلام بتاع زمان الرعب والخوف والحاجات دي. يأمل صبح الذي يعمل بمهنة التدريس منذ نحو 30 عاما أن تنهض مصر بالمنظومة التعليمية في البلاد. عندنا نسبة أمية في مصر 24%. أنا أوعدك لو إن شاء الله إن شاء الله اهتمينا بالمعلم، أقسم بالله ما توصل 4%. كان المعلم المصري ده يعتبر أحسن معلم على مستوى الدول العربية كلها، كانوا بيتمنوا ياخدوا معلم مصري في إعارة أو تعاقد أو أي حاجة من دي، على أساس إن التعليم كان في مصر هو نمرة واحد. كثير من الأمم والشعوب تقدمت بسبب وجود المعلم المثالي، فاليوم نحتفل بعيد المعلم وهو أقل تقدير لصانع الأجيال، ففي احتفاله 62 يكون مختلفا بوجود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على رفع من شأن المعلم بتكريمه. التحية والتقدير والاحترام مش بس من مني أنا، من كل مصري ومصرية، لأن المهمة اللي حضراتكم كمعلمين بتقوموا بيها الحقيقة أشرف وأقدس مهمة. أول مرة أحس وافتخر إن أنا مدرس، يعني ما سمعت الخطاب حسيت إن يبقى في احترام للمعلم بمرحلة قادمة، حسيت إن في رئيس لأول مرة رئيس بيحترم المعلم. يرى صبحي أن الاهتمام بالمعلم وإعطائه حقه يجعله يصعد بمستوى التعليم. أنا المرتب بتاعي بالضبط أقسم بالله ما بيتم أسبوع مصروف على عيالي، إحنا 6 4 أولاد وانا وزوجتي، مرتب ما بيكفنيش اسبوع واحد، يا ريت مرتب المدرس بس يتحسن وبعد كده حاسبوا المدرس على اللي انتوا عايزينه. فالمعلم يصيد ببحر علمه على الارض القاحله فتغدو خضراء يانعه.